أخيرا تنسم عشرات الأسرى التابعين للحكومة السودانية عبق الحرية ووصلوا إلى الخرطوم بعد أن أفرجت عنهم الحركة الشعبية المعارضة التي تقود تمردا على السلطات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، خطوة وجدت الترحيب من حكومة السودان. نحن نعتقد أنها بادرة طيبة من جانبنا كحكومة، نثمن هذا ونعتقد أنها رد للتحية التي بدأها رئيس الجمهورية بوقف إطلاق النار. نتمنى أن تثبت أركان وقف إطلاق النار ووقف العدائيات وأن نصل جميعا في هذا الوطن الذي نعزه جميعا إلى سلام دائم ينتفي فيه وصف بعضنا البعض بالعداء. مدة الأسر تراوحت بين 6 و4 سنوات، مدة كتبت لها النهاية بعد أن توسط الرئيس اليوغندي لإيصالهم إلى ذويهم، وسمحت حكومة دولة جنوب السودان بنقلهم عبر أراضيها إلى العاصمة اليوغندية. نحن متمسكين بالسلام، نحن ملتزمين بكافة التزاماتنا في وقف إطلاق النار حتى نعطي الرسالة والرسالة للذين لا زالوا يحملون السلاح ويقتلون المواطنين وينهبون الممتلكات. نقول لهم كفى كفى هذا القتال، فالوطن يسع الجميع. نحن نثمن هذه البادرة الطيبة المباركة ونحسب أنها مقدمة للسلام بإذن الله، سلام العزة. إطلاق سراح جميع الأسرى بطرف الحركة الشعبية المعارضة خلق ارتياحا في الأوساط السودانية ومهد الأجواء للمفاوضات المرتقبة بينها وبين الحكومة والتي علقت عليها الآمال في نقل البلاد من حالة الاقتتال إلى الأمن والاستقرار. فرحت الأسر بمقدم أبنائها من الأسر، وتبقت فرحة الوطن، فرحة لن تأتي إلا بتوقيع اتفاق شامل وكامل ووقف الحرب في مناطق النزاعات. لؤي عبد الرحمن، الإخبارية، الخرطوم.